قول الحقيقة ليس جزءاً من السياسة، بل أن الأكاذيب هي المقبولة وأداة من أدوات فن الممارسة السياسية. اقتباس لواحدة من أوائل الكاتبات من مجال العلوم السياسية هنا أرنت، ورد في مؤلفها الشهير Lying in Politics في أول فيديوهات من سلسلة أكاذيب غيرت شكل العالم. سنستعرض كذبة رهيبة من الاتحاد السوفيتي، تعالوا نعرف القصة. في العام 1924 توفي قائد الثورة الشيوعية البلشفية فلاديمير لينين، والذي أطاحت ثورته عام 1917 بحكم القياصرة في روسيا. وتكون الاتحاد السوفيتي بأفكاره، وأهمها سيطرة الحكومة على ثروات الدولة وتوزيعها على الشعب بلا ملكية خاصة ولا تجارة حرة منعا للجشع. المهم أن جوزيف ستالين رفيق لينين صعد سلم زعامة الحزب الشيوعي وانفرد بها عام 1929، مستغلا الظروف السياسية الدولية وقتها، وهي صعود الحزب النازي بألمانيا وقوة اليابان العسكرية وتهديدهما للاتحاد. ولكن محلياً، وليبقى ستالين بصدارة القيادة وحده، احتاج لكذبة، احتاج لنشر نظرية مؤامرة وما يعرف بالطابور الخامس من مساعدي أعداء الخارج على تدمير الوطن. المهم أن الكذبة لابد أن تدور حول أن ستالين مستهدف كقائد للحزب من أعضاء حكومة لينين السابقة، وأن انفراده في الحكم هو الضمان الوحيد لتقوية وحدة الاتحاد السوفيتي. كل هذا طبعاً دون دليل واحد. فماذا فعل حتى تصبح الكذبة حقيقة؟ في العام 1934 اغتيل أحد أهم وأشهر قادة الحزب الشيوعي الذي كان مقرباً من لينين، سيرغي كيروف. وأين؟ في المقر الرئيس للحزب الشيوعي على يد رجل يدعى ليونيد نيكولايف. ولكن كل التحليلات أشارت وقتها إلى أن ستالين أمر بقتله ليثبت كذبة الخطر الذي يحيط بالحزب وقيادته وقوة الاتحاد، ليصبح مقتل ليونيد بداية لحقبة عرفت في كتب التاريخ بحقبة حملة التطهير العظمى The Great Purge. ما حدث فيها قصة رعب حقيقية، فقد بدأ الدكتاتور بقتل وسجن وعقد محاكمات عرفت بمحاكمات موسكو، فقضى على أعضاء الحزب التاريخيين أولاً، ومنهم قادة وجنود في الجيش الأحمر، ومنهم القادة ليف كامينيف، غريغوري زينوفييف، نيكولاي باكرين، أليكسي رايكوف. في تلك المحاكمات انتزعت اعترافات من المتهمين بالخيانة والعمالة فأعدموا، ومن نجا أرسلته الشرطة السرية NKVD لمعسكرات اعتقال انطبق عليها وصف الموت أرحم، ناهيك عن التعذيب والاختفاء القسري. تخيلوا أن ستالين أعدم 30,000 جندي وقائد من الجيش الأحمر بتهمة محاولة الانقلاب عليه. وأخيراً، يقول المؤرخون أن ضحايا التطهير يقدر ب 750,000 قتيل ومليون زج بهم في معسكرات الاعتقال. واستمرت المأساة ثم خفت عام 1938 بمقتل ليون تروتسكي، أهم معارضي ستالين في المنفى بالمكسيك. ولكن بعض المؤرخين يصرون أنها استمرت حتى وفاة ستالين عام 1953. المهم أنه بسبب هذه الكذبة ترسخت قبضة حكم الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي وعلى أوروبا الشرقية وأماكن كثيرة موالية له في العالم، إلى أن انهار مطلع تسعينات القرن الماضي. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.